الله يحييك، شكرا. مبارك لك هذا النجاح الله يبارك فيك. صراحة. أيضا اليوم العراق يفتخر بك، كونك يعني الطالب الأول والمتفوق الأول على العراق. أثير نعرف شلون حصدت هذا النجاح. بالصبر، الاستمرار، يعني تنظيم الوقت وهاي. نعم، ايش قد معدلك؟ 99.6. نعم، اريد نعرف شلون قدرت تنظم وقتك، دخلت يعني اساتذه خصوصي، معاهد دخلت، شنو الاجواء اللي كانت يعني مرافقه هاي الدراسه خلال عام كامل؟ دخلت دورة بداية السنة بالعطلة، دورة بنفس المدرسة، 4 دروس، إنجليزي وعربي وكيمياء وفيزياء، وكنت يعني أدرس يوتيوب هاي إذا الموضوع ما فاهمه. بالعطلة كنت أدرس 7 ساعات شي أقل مرات، بالدوام أدرس من 7 هيك، يوم 7 8 حسب الوقت، بعد بالامتحان أزيد شوي. فترة المراجعة لا تدرس يعني 10 ساعات لأن ما لاحق. نعم، بالمراجعة سويتها مراجعتين، المراجعة الأولى أكثر شيء مركز عليه، يعني درست بتركيز بالأولى، كل ما دخلت 8 أيام إلى 10، نوبة المراجعة الثانية كل السريع صار يعني يومين هيك. زين. أثير بعد ما شو تلقيت أول شيء خبر النجاح؟ والله فرحت كلش، نعم، شو الفرح وافتخار يعني إن حققت هذا الشيء. زين، شنو شعورك وأنت اليوم المتفوق الأول على العراق؟ شنو اللي حسيته يعني بعد ما شفت النتيجة والمعدل العالي؟ والله فرحت وافتخرت وهاي، يعني رفعت رأس أهلي وهاي. نعم، اكو احد اتصل عليك، اكو مثلا تكريم لك، اكو مبادرة حكومية؟ لا أهلي يعني باركولي كلهم، كل أهلي. ما تلقيت اتصال من احد؟ لا زين، يعني شنو السبب؟ أهلي المتفوق الاول على العراق اليوم، معقولة لحد هذا اليوم ما حد اتصل عليك؟ يعني انت اول البارحة يعني استلمت النتيجة صح؟ ايوه اول البارحة. اول تباح يعني لحد هذا اليوم ماكو اتصال من جهة حكومية، جهة تربوية تعليمية باركوا لك على هذا النجاح، مثلا شجعوك، انطوك تكريم، يعني انطوك شهادة يعني تقديرية على هذا التفوق؟ لا بعده ما انطوا شيء، كل شيء ماكو، مدرسة أكثر شيء عند قدمي. بس المدرسة. زين، ايوه وين مدرسة. دور التربية اليوم؟ وزارة التعليم، الجهات الحكومية المختصة بالأمر، طالب طلع معدل وهو اليوم المتفوق الأول على العراق، معقولة لحد هذا اليوم ماكو شخص يعني اتصل عليه أو يعني دز عليه وكرمه؟